أكثر من 300 مواطن وقعوا ضحية شح المياه في منطقة البوحمزة التابعة لجزيرة البوفراج. القضية تطورت بسبب أكثر من 6 أعوام كما هو الحال الآن، جرى شرب المياه غير الصالحة للاستخدام البشري. المواطنون في هذه المنطقة حملوا حكومة الأنبار المحلية مسؤولية هذا الانقطاع الذي فتك بهم وبأراضيهم. توفير ماء الشرب أو ماء المستلزمات يعني المنزلية، هاي المشكلة حقيقة احنا نعانيها قديما. كنا نستفيد من مجمع على نهر الفرات، لكن هذا المجمع من أكثر من 4 سنوات قد يعني تلاشى بفعل حقيقة أنه لا يكفي ولا يغطي، وبالتالي كل الدور السكنية اللي هي يعني في مؤخرة هذه المنطقة يعني لن يعني أصبح المي من يعني شكل مشكلة كبيرة ولن يصل المي بالمرة. مناشدات يعتصرها الألم وجهت من قبل الأهالي للحكومة المحلية في الأنبار. هذا المي مو نظيف، مي من الأروائي يجينا بالشاخة، يعني مي ما تشربه أجلكم الله الحيوانات، وإحنا وضعنا خطر أمراض كورونا اجتاحت الناس كلها العالم كله. فإحنا نطالب السيد المحافظ، نطالب الدكتور إبراهيم العوسج قائم مقام الرمادي ينظرون بحالنا، يعني هذا المي ما ينشرب منه خلاص، حيوانات ما تشربه، نريد المشاريع تتنفذ. عندنا مشروع مال مجمع ماء، هم واقفين على مود شنو والله الموازنة. احنا ما وصلنا ماء شرب، يعني هاي المنطقة منفذ وحيد اللي يجينا من هذا المكان، واللي تشوفون هذه الساجة يأتينا منها هذا الماء. طبعا حالتهم متمكنة، حالتهم متمكنة يشتري ماء شرب بمبالغ بفلوس، يعني حالته متمكنة. والفقراء طبعا يشربون ماء من هذه الساجة طبعا اللي تجد فيها المواشي أجلكم الله، والكلاب موجودة بهذا الساجي. وبحسب مراقبين إنها ليست المنطقة الأولى التي تعاني من شح المياه، فمناطق المحافظة أو أغلبها تعاني هذه المشكلة. المناشدات تتكرر في انتظار الحلول، فهل من أذان صاغية؟ من منطقة البفراج في جزيرة الرمادي، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.